بارك الله بكم، جزاكم الله خير الجزاء، الله يبارك فيكم. مفاجاه كربلاء انتهت الحمد لله وشكر ربي، الله يرحم الموتى جميعا، واخرها الاخت زهراء اللي عمر 14 سنه، 3 ايام من الحزن من القلق، والله اوقات صعبه وحزينه عوائلهم. واشكر طبعا دور القوات الامنيه كل صنوفها، اتحاديه، شرطه وطنيه، الهلال الاحمر، الدفاع المدني، كلهم ما قصروا، الحشد الشعبي، العتبات المقدسه، المحافظه، كل جهود هنا هالثلاث ايام في كربلاء الكل ما قصر، الله يرحم الموتى وهاي الفاجعه خفت، والله يرحمهم جميعا وشفاء للجميع، الله يحفظهم. Come on, come on, come on, come on.